فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر رفض النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ قرن اليهود وناقوس النصارى لجمع الناس للصلاة، قال: وهذا يقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقة في غير الصلاة أيضا، لأنه من أمر اليهود والنصارى، فإن النصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة غير أوقات عباداتهم، وإنما شعار الدين الحنيف الأذان المتضمن للإعلان بذكر الله الذي به تفتح أبواب السماء فتهرب الشياطين وتنزل الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشار الشيخ رحمه الله في هذا الكلام إلى أن منع النواقيس والأبواق ليس مقتصرا على النداء للصلاة، وإنما هو ممنوع مطلقا، لأنه من اللهو واللعب. وفي هذا رد على الصوفية الذين يتخذون آلات اللهو والطبول عبادة، ويضربون الطبول في حلقهم وتجمعاتهم ويعتبرون هذا ذكر لله عز وجل، وهو من دين الشيطان لأنه من اللهو واللعب، فيكونون من الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فهذا تنبيه عظيم ولفتة عظيمة من هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى، في أن المسلمين يتركون آلات اللهو حتى في غير العبادات، فكيف إذا كانت في العبادات ويتقرب بها إلى الله؟ فهذا من دين الشيطان الذي لم يشرعه الله ولا رسوله. وهناك فرق بين هذا وبين العبادات التي شرعها الله، لأن العبادات التي شرعها الله تحيي القلوب وتنور البصائر وفيها أجر عظيم ومضاعفات كثيرة، أما آلات اللهو واللعب فإنها تقسي القلوب وتصد عن ذكر الله وتنبت النفاق في القلب، ولها مفاسد كثيرة. وإن كان المسلمون أو كثير من المسلمين اليوم استولت عليهم هذه الأمور وغلبت آلات اللهو والموسيقى واعتبروها من الفنون التي يتسابقون فيها وبثوها في إذاعاتهم وفي تلفزتهم وفي، فهذا في الحقيقة أنه جر على المسلمين شرورا عظيمة، وشغلهم عن دينهم وفتن قلوبهم وصدهم عن ذكر الله عز وجل، وعلق قلوبهم باللهو واللعب والطرب، خصوصا إذا كان هذا مصحوبا بأصوات المطربين والمطربات مما شغل الناس وأخذ أوقاتهم، فصاروا يتابعون هذه الحلقات اللهوية وهذه الأغاني الماجنة بأصوات نساء أو مغنين مطربين، وكانوا ينتظرون مواعيدها، حتى ربما تأخروا عن الصلاة في الجماعة إذا صادف ذلك وقت إذاعة هذه الأشياء، وهذا مما يصدهم عن ذكر الله عز وجل، حتى إن سفهاءهم يتهادون هذه الأغاني وهذه الموسيقى فيهديها حتى ربما إلى أمواته ووالديه وأقاربه وإخوانه، يهدي إليهم هذه الأغاني وهذه الموسيقى وهذه الألاعيب المفسدة للقلوب.